اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في بث مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء. وفي اطار نقاشنا المستجدات فيروس كورونا اليوم غادي نفتح النقاش حول رايكم في ارتفاع عدد الاصابات والوفيات. في نظركم من يتحمل المسؤولية؟ نتمنى أنه نتفاعلوا على هذا السؤال وتكون بعدا على خير وبخير. أصبحكم مبروك بكل ما تمنيتم إن شاء الله يا رب. كي كتشوفوا في حياة مدينة الدار البيضاء اليوم كنقرب لكم من أجواء صباحية في هذا الليل. كيفاش الله تكونوا نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. كي كتشوفوا فموضوع نقاشنا لهذا اللايف هذا في نظركم من يتحمل مسؤوليه ارتفاع عدد الحالات المؤكده او الاصابات بفيروس كورونا الملتزم؟ الجمعه مباركه تنعاد عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. الناس اللي في المنازل ديالها وكتبعنا تكون في احسن الاحوال في هذا اليوم المبارك. الله يرفع علينا الوباء والبلاء. نتمنى ان شاء الله تكونوا احسن الاحوال. كي كتشوفوا الجو هادئ بنيت الدار البيضاء وهذا امر طبيعي لان حنا اليوم في جوغ فيغي ومن العاصمه الاقتصاديه لا بليباغ الناس او الناس باركه من الخدمه لانه اليوم جوغ فيغي. نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وتكونوا في احسن الاحوال. نهاركم سعيد ومتجدد. من بغداد ابو مصطفى الحمداني، تحيه لك وتحيه للجاليه المغربيه المقيمه بالخارج ومتتبعينا فيما كانوا. نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير. نقرا عبدو الذكر كيقول الكل مسؤول والكل عنده شويه من المسؤوليه. اكيد اكيد فهي مسؤوليه مشتركه كيف ما كيشوف الشعب. عبدو كيقول انه هذه مسؤولية مشتركة. مرحبا بآرائكم باش هكا نقدروا نغنيو النقاش. نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. شكرا سفيان، شكرا سفيان، صباحك مبروك، صباح الخير مجدولين، تحية ليك. وقيلة بولود مصطفى، ما عرفتش اخويا الكومنت ديالك، بس باقي الانفلونزا ماشي كورونا. كليك ليم لاكوست، وعليكم السلام، صباح الخير، جمعة مباركة، اسماء هارون. قرا كومونتير ديال وائل، صباحكم مبروك علاء. كل شيء كيتحمل المسؤولية والشعب والمواطنين لازم يوعاو بخطورة الفيروس. اكيد اكيد فلازم علينا نوعاو بخطورة هذا المرض. عفوا، تحية كبيرة من أكادير القناة شوف تيفي. شكرا زكريا أو زكريا عبدو ولا عبدو زكريا، تحية ليك، تحية ليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة. وهاد الجمعة تدخل علينا إن شاء الله كل ما تمنيش. حريم تتملي لك يقول يا مسؤولية الشعب. فاطمة الجوري، صباح النور، صباح النور علي، صباح الخير. نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. السلام عليكم، جمعة مباركة مجيد، جمعة مباركة، تحية لكم كاملين فيما كنتم، الصحة والسلامة وتطلب مسؤولية الناس ان تلتزم بالوقاية الصحية. اكيد فلازم نحتارمو، نحتارمو تدابير السلامة الوقائية الإخوان، لأنه أكثر مصلحتنا إحنا من نتحكم في ارتفاع عدد الإصابات. هذا كان رأي أبو مصطفى الحمداني. هيا إذن صباح النور، جمعة مباركة، صباح النور وليد، تحية لكم كاملين فيما كنتم. شكرا لتفاعلكم معنا، شكرا لآرائكم، شكرا لهذا النقاش اللي تفاعلنا فيه وتبادلنا فيه الآراء. نتلاقاو إن شاء الله في لايف آخر في منطقة أخرى، تبقاو على خير. شكرا لكم كاملين، صباحكم مبروك وجمعة مباركة، تنعاد عليكم بالصحة والسلامة وكل ما تمنيتو.